السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نكملوا لو كور ديال لورغانيزاسيون دي زونتربريز. كنا توقفنا في لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك. دونك على بركة الله فاش كندويو قبل ما ندويو على لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك يعني بغيت أنني نبارطاجي معكم دابور أشنا هي لا ميسيون فاش كندوي على لا ميسيون دي نونتربريز اشنا هي مثلا كما كتشوفوا هنايا لا ميسيون ديال لونتربريز هي لا ريزون ديتر ديالها لا ريزون ديتر دو لونتربريز عقلوا عليها مزيان اولا نقدروا نسولوا سؤال بسيط اللي هو كيلي نوتر ميتي شنو هي المهنه ديالتنا حنا كشركه الشركه تسول راسها كيلي نوتر ميتي La mission d'une organisation est l'affirmation de son intention fondamentale, de sa raison d'être. Il répond parfois à la question apparemment simple, par exemple, quel est notre métier? Voici des exemples de missions d'entreprise célèbres. Par exemple, دبر غادي ندويو على حنا على لي زيكزامبل ديال لي ميسيون ديال الشركات الكبار مثلا جوجل مثلا امازون مثلا لينكدين مثلا ايربين لايك هنايا جوجل شنو كتقول لنا في لا ميسيون ديالها تو اورغانايز ذا ووردز انفورميشن اند ميك ات يونيفرسالي اكسيسيبل اند يوزفول جوجل قالت لك لا ميسيون ديالها هي انها تنظم المعلومات اللي كاينين في العالم كامل وتخليها سهل يوصل لها كل اي واحد يعني اكسيسيبل ياك وسهل انك توصل ليها وفعلا هذه هي لا ميسيون ديالها وراه نجحات انها ديرها دابا كتدخل لحاج جوجل كتطابي في جوجل اي حاجه بغيتيها كتخرج لك تري بيان امازون اشنا هي لا ميسيون ديالها وي ستريف تو اوفر اور كاستمرز دو لوست بوسيبل Prices, the best available selection, and the utmost convincing. هنايا لا ميسيون ديال امازون هي انها توفر لي كليون ديالها واحد باغ اكزومبل واحد لا سيليكسيون يعني واحد المجموعه مثلا ديال الكتوبه ولا مجموعه ديال مثلا ديال القصص بواحد الثمن اللي هو كونفونابل تمام يعني واحد الثمن اللي هو كونفونابل لينكدين اشنا هو يعني لا ميسيون ديالهم تو كونيكت ذا ووردز بروفيشنالز تو ميك ذيم مور بروجكتيف اند successful هنايا هو انك يخليو كاع العالم اللي هو لو موند بروفيسيونيل يكون ميو بروجيكتيف ياك ويكون ناجح وفعلا فاش كتمشي كتدخل لينكدين راه كتلقى خدمه كتلقى الناس كيقلبوا على الخدمه هو بروفيسيونيل بزاف اكسيتيرا اكسيتيرا كما كتشوفوا دابا باش ما نطولوش علينا اي اونتربريز راه كتكون عندها La mission de la Binsbel Airbnb belong anywhere. Hadiya la mission de la. Ama Binsbel l'avantage concurrentiel. Lorsqu'on parle de l'avantage concurrentiel, l'avantage concurrentiel d'une organisation résulte de ses capacités stratégiques valorisées par ses clients et difficile à obtenir par ses concurrents. Les capacités stratégiques rassemblant des ressources et des compétences. Parce qu'on dit là l'avantage concurrentiel ou le résultat il y a les capacités stratégiques les qui valorisent les clients ou les difficultés les qui n'ont pas besoin d'aller اللي كاينين عند لي كونكورون يعني واحد لا كاباسيتي استراتيجيك
اللي كتجمع علينا لي ريسورس وكتجمع علينا لي كومبي لي كومبيتونس. هنايا كندويو على واحد لافونتاج كونكورونسيال، وباش يبقى هاد لافونتاج كونكورونسيال ما خصوش يكون ايميتابل، يعني ما يكونش ساهل انه يدار بحاله، يكون دورابل، خصو يكون دورابل سي بون. هاد لافونتاج كونكورونسيال خصو يكون نون ايميتابل ويكون دورابل سي بون. دونك تعرفنا على لافونتاج كونكورونسيال، دابا غادي نتعرفوا على لا فيزيون. اشنو هي لا فيزيون؟ لا فيزيون دي كري لو فيتور كو لورغانيزاسيون اسبير ا كريي. Son but est de dessiner une image du futur capable d'impliquer et de motiver. La question est donc ici, que voulons-nous réussir? Donc, que voulons-nous réussir? Hnaya, il a pris un tarif là, maintenant, des exemples, des charikats, dont la vision de là. La vision, il y a, قبل كل شيء, هو شنو باغي نكون انايا من هنا لقدام، شنو باغي نكون، يعني انني انا نتصور ليماج ديالي من هنا لاربع سنين، من هنا لخمس سنين، من هنا لست سنين، فهمنا؟ حداش من بعد الفيزيون كتجي فيناليتي، فيناليتي سي ليديال، مي فيزيون كتجي من بعد ربع سنين خمس سنين، خص تبان لك لا فيزيون ديالك واش وصلتيها ولا لا، شنو باغي تكون، يعني حنايا شنو باغي نديرو باش ننجحو، يعني حنايا اشنو باغي نوليو ان شاء الله. Donc, c'est le fait de dessiner une image du futur capable d'impliquer et de motiver. Principal Google, achna ya la vision diala. To provide access to the world's information in one click. Maintenant, tu aurais l'exemple de Google. Had Google had tic billi la société de Google. L'objectif, la vision diala, hiya annaha. تخليك توصل لانفورماسيون بكليك واحده، وفعلا نجحت انها تخليك توصل لا فيزيون لانفورماسيون بواحد الكليك. كتدخل دابا كدير مثلا في جوجل مثلا استراتيجي ولا ايكونومي، كدير اونتري كيطلع لك كاع لي انفورماسيون عليها بوان كليك، تفهمنا؟ هنايا كيبان لك باللي الناس ما كتحطش مثلا لا فيزيون لا ميسيون ديالها، ما كنحطوهاش غير هكاك، باش كنحط واحد الحاجه كنحط مثلا لا فيزيون ديالي خصني نخدم عليها انني نوصل ليها على 4 سنين 5 سنين، مفهوم؟ امازون قال تو بي ارتس موست كاستمر سنتريك كومباني وير كاستمرز كان فايند اند discover anything they may want to buy online. هنايا امازون قالت لك سيدي لا فيزيون ديالها من هنا لقدام هو اي كليون باغي شي حاجه، باغي يشريها مثلا، يعني محتاج انه يشري شي حاجه، خصو يدخل امازون يلقى كيبحال قلنا واحد السوبر مارشي اللي هو كبير، كتدخل كتقدم منه اي حاجه بغيتي، فهمنا؟ اي حاجه بغيتيها كتلقاها تما، وتكتشف باقي فيه الا بغيتي. وفعلا الا شفنا دابا امازون راه دارت لامبلونطاسيون ديالها في السعوديه، في دول الخليج، دارتهم في بزاف، يعني ما بقاتش كتبيع غير لي سيليكسيون باش بدات، ولكن دابا ولات مارشي كبير كبير بزاف. دونك هنا نجحت انها تحقق لا فيزيون ديالها. هنايا عاوتاني بالنسبه للينكدين، تو كرييت ايكونوميك اوبورتونيتي فور ايفري ممبر of the global workforce. هنايا قال لك سجي لينكدين هو انه يكري واحد لوبورتونيتي بالنسبه لكاع الناس اللي عندهم لا فورس ديال لو طرافاي، انهم باغيين يخدموا، عندهم دي كومبيتونس ديالهم، عندهم سون كاليفي انهم يخدموا ان شاء الله. لي فالور، بالنسبه لي فالور فوندامونتال هما لي برينسيپ سوتوند لا استراتيجي دون اورغانيزاسيون et définissent de quelle manière ils devraient agir. Maintenant, huma l'amida d'une واحد l'organisation d'une واحد الشركه اللي كيحددوا الطريقه باش هذيك الشركه خصها تدير رد فعل ولا خصها دير لي زاكسيون ديالها اللي سي بون باش خصها تحرك. مثلا جوجل ف لي فالور اللي حطها جوجل قال لك parmi les valeurs on peut être sérieux sans costume
كما كتشوفوا الموظفين ديال جوجل غالبية الأغلبية ديال الموظفين ما كيلبسوش الكرافات ويلبسوا الكوستيم، لا. علاش؟ حيتاش داخل في لي فالور ديالهم. كما كتشوفوا هنايا اون بو اتر سيريو سون كوستيم. سا سينيفي كوا؟ سا سينيفي كو ماشي بالضروره خصني نلبس كوستيم باش نكون سيريو، لا. بالنسبه لجوجل ماشي بالضروره انك تلبس كوستيم باش تكون سيريو، نقدر نكون سيريو وبلا ما نلبس الكوستيم. عاوتاني لا فالور الثانيه رابيد فو ميو كو لون، دونك رابيد فو ميو كو لون. هنايا لاما تكون سريع احسن ما تكون ثقيل، فهمت؟ و الفالور الثالثه هي ما خصكش دير الخايب مثلا بهذا المعنى، نو با فير لو مال. تري بيان، دابا غادي ندوزو لا ديفينيسيون دو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك. اول حاجه لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك، فاش كنقول لا بلانيفيكاسيون، لو في دو بلانيفي هو انني نحدد واحد المجموعه ديال لي زيتاب اللي غادي ندوز منها ا بي سي دي. دونك فاش كنحدد هاد لي زيتاب هادو خصني ما يمكنش ندوز لبي الا ما دازت من ا. دونك كي بحال الا كندوي على واحد 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 الطريق اللي خصني ندوز منها، وهاد الطريق هادي مجموعه ديال المراحل، علاش اش كنسميها بروسيسوس. دونك ديفينيسيون، لا بلانيفيكاسيون سي un processus par lequel l'entreprise définit ses objectifs et alloue les moyens humains, matériels et financiers pour les atteindre tout en contrôlant ses réalisations. C'est bon? Donc, le processus pour l'entreprise est ce qui définit les objectifs de l'entreprise ou qui définit les moyens, quoi que ce soit humain ou là, ماتيريال ولا فينونسيير، باش انني نحققهم. و اشاك فوا كنكونترولي لي رياليزاسيون. علاش افوتر افي اشاك فوا كنكونترولي لي رياليزاسيون؟ هاد السؤال هذا غادي نجاوبكم عليه الا وصلنا لو كونترول. بلانيفيي سي ميو سادابتي ا سون انفيرونمون. انا غادي نقول لكم واحد القضيه عقلوا عليها مزيان، عقلوا بلي فاش كنقول بلانيفيكاسيون استراتيجيك هو s'adapter à l'environnement de l'entreprise. علاش؟ حيتاش فاش كندوي على l'environnement ديال l'entreprise، هاد l'environnement هذا il s'agit d'un élément turbulent, incertain, complexe, qui change fréquemment. Donc انا comme entrepreneur ou la directeur d'une entreprise, l'objectif ديالي ça sera de maîtriser davantage l'environnement de ma société. C'est bon? هنايا l'entreprise ديالي خصني maîtriser l'environnement ديالها. Un environnement instable oraine l'incertitude rend les prévisions moins sûres et impose donc une planification stratégique pour pouvoir s'adapter au changement du contexte économique actuel. هذا l'environnement هذا كيكون هو instable، معروف عليه turbulent، معروف عليه l'incertitude. هذا الانفيرونمون هذا هو اللي كيفرض عليا انني ندير اون بلانيفيكاسيون استراتيجيك. على اساس شنو؟ على اساس انني نتادابتا مع لي شونجمون دي كونتكست ايكونوميك. تري بيان، لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك كونسيست ا ديتيرميني لي اوبجيكتيف جلوبو سور لو لون تيرم دو لورغانيزاسيون، بريباري لي اوبسيون استراتيجيك بوسيبل بور ميتر ان اوفر دي سوكسي، mettre en œuvre avec succès la stratégie fixée par le directeur est essentiel. Hnaya kandouiou ala la planification stratégique wa بالنسبه لينا كيحدد لي زوبجيكتيف غلوبو على المدى الطويل المدى البعيد، وكي بريباري لينا لي زوبسيون ستراتيجيك لي ممكنه، على اساس اننا نحطوهم ناخذوهم بعين الاعتبار باش ننجحوا استراتيجيه اللي تفيكسات اللي فيكساها لو ديريكتور. سي بون. لوبجيكتيف دو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك بريفوار لافونير، يعني انني خصني نتوقع شنو غادي يوقع في الغد ليه، ولا يعني نتوقع المستقبل. بريباري لادابتاسيون اي لا كوهيرونس دو لونتربريز، نوجد على اساس ان الشركه تادابتا مع
هاد ليفوليسيون اللي غادي يوقعوا سيرتو كيوقعوا لي شونجمون كيوقعوا في الميليو سوسيو ايكونوميك يعني سوسيال او ايكونوميك اورينتي اي كوردوني لي ديسيزيون ديستيني ا بيرميتر لو ديفلوبمون اي لا بيرفورمانس دو لونتربريز هنا خصني ندير لورينتاسيون وندير لا كورديناسيون ديال لي ديسيزيون هاد لي ديسيزيون هادو كيكونوا ديستيني ا permettre le développement ou التطور ديال الشركه ديالي ولا performance كنعني بها l'efficacité ou l'efficience باش كنكون كندوي على l'efficacité l'efficacité d'une entreprise c'est le fait d'atteindre les objectifs l'efficience هو le fait انني réaliser l'objectif également انني réaliser les objectifs avec un moindre coût donc mais quand le coût طالع contribuer à la motivation des équipes de travail ainsi que leur implication. Il y a un exercice la motivation de l'équipe de travail ou nous allons les adhérer ou être impliqués dans les caractéristiques de la planification stratégique, quand elle a la durée et peut-être soit à court terme, soit à moyen terme, ou à long terme, les voir 85 ans. Le domaine. La planification peut concerner un projet, maintenant, nous avons dit la planification pour le projet, une fonction ou l'ensemble de l'entreprise. Donc, il y a une fois le projet, il y a une fois la fonction, il y a une fois l'ensemble de l'entreprise. Bien sûr, la démarche, il peut être formel ou informel. La démarche, il peut être formel ou informel. Et détaillé selon la taille de, et la nature. De l'entreprise. يعني نقدر نديرها ديتايي نقدر ما نديرهاش ديتايي مثلا نقدر نديرها فورميل ولا نقدر نديرها انفورميل سي بون هادو خصكم تعقلوا عليهم نرجع لكم لي زوتي دو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك لي زوتي دو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك لي بريفيزيون بروسبكتيف لي بريفيزيون بروسبكتيف شنو كنعني بهم هنايا الي ديفيني كوم ليتود اي لانتيسيباسيون دي كوز techniques scientifiques et économiques qui accélèrent l'évolution du monde. Les perspectives, et les prévisions qu'on a d'obéir. Qui va aller là-dedans ou dire ça ou tout qu'on a. Je n'ai pas les sbab les hommes les reconnus techniques ou économiques ou économiques les gens qui ont un nana et de l'une à l'âme. Maintenant, le virus de corona COVID-19. ما حتى واحد ما توقع باللي كاينين علماء توقعوا باللي غادي يكون فيروس اللي غادي يهدد العالم ولكن حتى شي واحد ما عطى هذيك لامبورطونس يعني ما فكر حتى شي واحد فيناكم كوا ان جور غادي نجي وغادي تاريتا كلشي وغادي نوقفوا غادي دونك هنايا فاش هنايا الدور ديال لي بريفيزيون بروسبكتيف كي كبير بزاف في تكنولوجيك هي اليقظة التكنولوجيا دونك سي لا بريز دانفورماسيون اون كونتينيو سور لي نوفوتي دو سيكتور لي انفونسيون دو كونكورون انسي كو لي نوفيل تكنولوجي اي سو دون لو بيت داتر لو ميور دون سون دومين هنايا شنو قصدنا بفي تكنولوجيك كنقصدو ليه بلي انه خص تكون عندي واحد لافورماسيون و يعني تكون مستمره هاد لافورماسيون يعني ماشي تجيني غير مره واحده على شنو هو الجديد ديال السيكتور اشنو هما اخبار مثلا على لي كونكورون ديالي خصني نكون عارف عليهم و اشنو هو الجديد في لا تكنولوجي يعني هادشي كامل باش نكون انايا احسن واحد في لو دومين ديالي يعني مثلا انا كاين في واحد لو دومين اللي كندير مثلا لا فابريكاسيون ديال لي فواتور هنايا لي فيكول اللي كنصنع خص يكون عندي مثلا تكون عندي واحد لامان دوفر اللي سريعه اولا نستعمل لي ماشين مع هاد البروغري تكنيك اي تكنولوجي كيتطور انا خصني انفيستي دافونتاج على اساس شنو على اساس انني نكون انا احسن واحد في الدومين ديالي mise en place de la planification stratégique. أول حاجة كنديروها باش كنبغوا نحطوا لا بلانيفيكاسيون ستراتيجيك
Nous le diagnostic interne. C'est la première étape de l'élaboration d'une stratégie et nécessite une étude. Alors, une stratégie, c'est-à-dire un diagnostic, c'est-à-dire une étude, c'est-à-dire dire à ça. Avant de commencer un projet, c'est-à-dire dire à ça. Avant de mettre une stratégie, c'est-à-dire dire à ça. Donc, avant de dire aïe, toi, c'est-à-dire dire à ça. لهذاك المارشي اللي غادي تامبلونطا فيه نتايا ولا اللي غادي تدخل ليه او سان دو لونتربريز على الاكستيريور دو لونتربريز. هذه الدراسه غادي تكون في الداخل ديال الشركه وعلى برا ديال الشركه. ماشي غادي تقول اللي غادي ندير انايا دراسه وغادي نركز غير على برا ديال الشركه ولا غادي نركز غير على الداخل ديال الشركه. لا، كتكون بيني بيناتهم بجوج على اساس انك دير واحد الدراسه اللي هي كامله باش تعطيك واحد لا ديسيزيون اللي هي بيرتينونت. Il s'agit de déterminer les activités de l'entreprise, ses métiers, ses compétences, ses motivations, ses ressources. Et enfin, on garde importance, en grande importance, déterminer les points forts qu'il faut exploiter et renforcer les points faibles qu'il faut corriger ou supprimer. Anna can insister là, corriger et développer. ما يمكنش انك تقول حداش هاد سوبريمي هادي ما جاش بلاصتها هنايا. سي ميو اننا نقولوا ديفلوبي لي بوين فابل ديالي. لو تي برينسيبال اللي نقدر نستعمله هو سوات. سوات شنو كنقصد به؟ سترينغ ويكنس اوبورتونيتيز اند ثريتس. يعني سترينغ هو نقاط القوة، ويكنس هو نقاط الضعف، اوبورتونيتي هي لي زوبورتونيتي، تراس هي لي مناص. كما كتشوفوا عندي لاناليز انترن. الا كنت في الداخل ديال الشركة غادي ندير لاناليز انترن، ياك كندير لي فورس لي فيبليس هما اللي كاينين في الداخل ديال الشركة، شنو هما نقاط القوة اللي عندي ونقاط الضعف اللي عندي. L'analyse externe, achnaou les opportunités de Julie, achnaou les menaces de Julie. Donc, hnaya gadi nhaoul nzid nchrah lekom had. Hnaya nqdrou ntrahou ghir had soual hada, ce que l'on sait faire, yani chnou kanarfo ndirou. Fash kandir l'analyse interne de l'organisation, kayatini les forces de l'organisation ou kayatini les faiblesses de l'organisation. Hadchi kamel ce que l'on peut faire. Ce que l'on sait faire, pardon, qui a une capacité stratégique. La capacité stratégique, yani, la capacité stratégique de l'entreprise. L'analyse externe de l'environnement, quand on dresse l'environnement mondial ou l'environnement mondial, il y a un micro-environnement, il y a mise en environnement, il y a macro-environnement, on va dire une fois par la suite. Il y a la question suivante, ce qu'il faut faire, je ne sais pas. عندي لي زوبورتونيتي، عندي لي مناس. لي زوبورتونيتي هما الفرص ولي مناس هما دوك الحواجز اللي كيحبسوني باش ما نستغل هذوك الفرص اللي عندي. هنايا كيخص يكون عندي واحد فاكتور كلي سوكسي على اساس انني نجح، وكان كومبيني ما بين لا كاباسيتي استراتيجيك والفاكتور كلي سوكسي، وكندير واحد لاكسيون ا موني فاش كتكون عندي اون بون ديسيزيون. بالنسبه لان فاكتور كلي دو سوكسي اي تان اليمون ا كاركتير كوميرسيال او تكنولوجيك كو لونتربريز دو ميتريزي بور يوسير دون اون اكتيفيتي دوني. دونك فاكتور كلي دو سوكسي كيكون يا اما كوميرسيال ولا تكنولوجيك. مهم، يقدر يكون مختلف كاع، يقدر يكون شي حاجه واحده اخرى، يقدر يكون عندي كاع حتى في البيرسونيل، يقدر يكون عندي مثلا في جو سي با، يقدر. المهم ان ليمون اللي كاين عند لونتربريز اللي غادي تميتريزي هاد لونتربريز هادي، هاد الفاكتور كلي دو سوكسي، يعني تميتريزي سواء عندها دي كوميرسيال اللي هما مجهدين برك الله كيبيعوا مزيان، سواء عندها لا تكنولوجي، سواء عندها ناس مثلا اللي هما جو سي با عندها دي كومبيتونس لي بوحدهم. هنايا هاد الفاكتور كلي دو سوكسي خاصها تميتريزيه مزيان. مثلا فاكتور كلي دو سوكسي اللي كيكون عند الشركه ديال داسيا هي كدير واحد البرودوي اللي هما لي فواتور بواحد الرابور كاليتي بري،
سي بون دير واحد الرابور كاليتي بري تعطي واحد البري اللي هو الطبقه المتوسطه اللي تقدر تستافد منه وتقدر تاخذ الطوموبيل دونك بور ريزومي لاناليز سوات اللي فيه الانترن والاكسترن نقدروا نقولوا لاناليز سوات بيرمي دو سانتيتيزي l'adéquation entre les forces et les faiblesses de l'organisation et le menace et les opportunités de son environnement. Très bien. L'évolution des forces et faiblesses de l'entreprise consiste à analyser. Analyser les ressources techniques, la flexibilité et âge de l'appareil de production, les ressources techniques, les matériels qu'on استعمل surtout les matériels qu'on استعمل شنو هما امتى شريتهم شنو هو لاج ديالهم ولا فليكسيبيليتي ديال 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 لونتربريز لي ressources financières هنا l'analyse financière c'est ندير l'analyse financière هادشي غادي تقراوه ان شاء الله في deuxième année في لافاك غادي تقراوا l'analyse financière غادي تقراوا le besoin de fonds de roulement l'indice de profitabilité, le délai de récupération, le capital investi, le projet est solvable ou non solvable, etc., etc. Étude de solvabilité. Les ressources commerciales, réseau de distribution, les forces de vente, l'implantation par rapport aux consommateurs. واش حنايا قراب للكليون واش حنايا بعاد عليه واش عندنا ريزو دو ديستريبيسيون واش عندنا واحد اون فورس دو فونت ولا ما عندناش لي ريسورس اورغانيزاسيونيل لا ستركتور اي لو بوفوار اي لي ريسورس هومان ليفيكتيف لا كاليفيكاسيون لاتيتود دي سالاري لا موتيفاسيون دي سالاري دون شاك سيرفيس كليما دو ترافاي لا ستركتور ديزاج او سان دو لونتربريز هكذا كنكون ساليت مع diagnostic interne. Ah, mais bien sûr, le diagnostic externe, on a rien de généralement à l'environnement de l'entreprise qui m'a dit comme vous voyez là. On a, l'environnement, on a tout le monde là. L'économique, la légale, la socioculturelle, la écologique, la politique, la technologique. Je me rends face à la matrice, les 15 miroirs, matrice Pestel. سي بون اولا لا ميثود بيستيل بيستيل شنو كنعنيو بها ها هي بيستيل لونتربريز دو المارشي ديالها عندها لونفيرونمون ايكونوميك بوليتيك باردون هو الاول بي بوليتيك اس سوسيال تي تكنولوجيك او ايكونوميك ليغال ليجيسلاسيون ايكولوجيك نعاودو نرجعو نشوفو هنايا شنو عندنا عندنا بالنسبه للايكونوميك عندنا ليفولوسيون دو بي ام بي لو برودوي ناسيونال بروت بوليتيك مونيتير لانفلاسيون لو شوماج لو تو دانتيري لو ريفوني ديسپونيبل هنايا خصني ناخذ معلومه على لونفيرونمون ايكونوميك ديالي كشركه ما خصنيش ندير شي ديسيزيون قبل ما ناخذ هاد المعلومات هادو غير معلومات اللي هما اوليين ولكن نتوما خصكم تزيدوا تقراو مزيان وتكتشفوا على لونفيرونمون ايكونوميك او لونفيرونمون ليغال اللي خصني نشوف لي لوا سور لي مونوبول باغ اكزومبل نشوف لو كود دو ترافاي نشوف اكسيتيرا اكسيتيرا لونفيرونمون سوسيو كولتوريل خصني نشوف لا ديموغرافي اللي كاينه في هذاك فين غنت امبلونط انايا اكسيتيرا اكسيتيرا لونفيرونمون ايكولوجيك لا لوا سور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون لا ريسبونسابيلتي سوسيال دو لونتربريز L'environnement politique, on va la stabilité gouvernementale, on va la sécurité surtout. Je vais investir dans le plan de la sécurité, je vais investir plus de l'huile, je vais la sécurité, je vais la stabilité politique. L'environnement technologique, les dépenses publiques dans les recherches et développement et les nouvelles découvertes. Très bien. كما كتشوفوا نفس الشيء ليكونوميك لا كرواسونس طون دانتيغي اكسيتيرا يعني نفس الشيء غير هادي كنسميوها لا ميثود بيستيل اولا لا ماتريس بيستيل ميكرو انفيرونمون بالنسبه للميكرو انفيرونمون هو الانفيرونمون اللي هو صغير بالنسبه للونتربريز داك الانفيرونمون اللي قريب ليها هو الميكرو انفيرونمون كيكونوا فيه كتكون فيه لا كليونتيل لي فورنيسور لي كونكورون اي لي زوتر بارتي برونون دوك الشركاء ديالها اللي هما لا بونك مثلا لي ميديا
le pouvoir public. هنايا خاصني نشوف واحد لاناليز دي كومبورتمون ديال الكونسوماتور. هنايا خاصني نشوف واحد لاناليز ديال لو كومبورتمون ديال هذاك لو كونسوماتور. شنو هما لي موتيفاسيون ديالو, شنو هما لي فران اللي كيحبسوه ما يشريش, شنو هما لي زاتيتود ديال لانفيرونمون, شنو هي لانتونسيون ديالو. ونشوف عاوتاني بالنسبه لي فورنيسور, كي سون لي فورنيسور, لي بري بروبوزي, لور réputation sur le marché, leur flexibilité, واش يقدروا يتساعدوا معايا في الثمن, واش فهمنا, يعني كنجمع هاد المعلومات كلهم. L'analyse de la concurrence directe et la concurrence indirecte. هنايا غادي نشوف انا المنافسين اللي هما بالنسبه ليا, المنافسين اللي هما كيبيعوا نفس الحاجه اللي كنبيعها انايا, ومنافسين اللي كيستهدفوا الكليان ديالي ولكن ما كيبيعوش نفس الحاجه اللي كنبيعها انا, يعني انديريكت. نشوف عاوتاني لي بانك, نشوف لي ميديا, نشوف لو بوفوار بوبليك. كيما قلت لكم هذا هو لاناليز دو لانفيرونمون. كتكون عندي لونتربريز هنايا, كيكون عندي ميكرو انفيرونمون هنايا, وكيكون عندي ماكرو انفيرونمون الفوق. وهنايا كنكون كندوي على بيستيل بالضبط في الماكرو. هنايا كنكون كندوي على الكليون, فورنيسور, كونكورون ديريكت او انديريكت, ou les parties prenantes, les firmes, les banques, les médias, le pouvoir public. Là, quand on consulte mal partie de Tani, Inch'Allah, il a un comme si sur la charge à Marhaban, l'as il a dit comme ou l'aïsser les comme. Inch'Allah, frère.